أهلا بكم. نهض حتر لم يكن الأول ولن يكون الأخير، قائمة طويلة عبر تاريخ العرب والمسلمين ممن قتلوا بسبب فكرة، من ابن المقفع من الحلاج إلى فرج فودة ومحمود طه وسواه. التهمة هي دائما ازدراء الأديان والتطاول على الذات الإلهية. ازدراء الأديان، ما معنى ذلك؟ أصلا كل شخص حر في أن يؤمن أو لا يؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ازدراء الأديان، السخرية من الأديان ربما، ولكن هل السخرية من دين ما تؤدي إلى القتل؟ الله تعالى نفسه في كتابه الحكيم يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الكفر والاستهزاء، النتيجة أو ما يطلب عدم القعود معهم، التجاهل وليس القتل. في نهاية الأمر، أن تقتل شخصا لأنه مختلف عنك أو لأنه يستهزئ بما تتصوره أنت دينا أو مقدسا، فسيؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى أن عددا أكبر من الناس سيفرون من هذا الدين، سيخرجون منه. وهنا أتذكر ما قاله الغزالي: إن نصف الخارجين عن الدين أو نصف الخروج من الدين سببه متدينون كرهوا الناس وبغضوا الدين إلى الآخرين. هذا بالنسبة إلى ازدراء الأديان. نأتي الآن إلى التطاول على الذات الإلهية. الذات الإلهية التجربة معها طبعا تعاش ولا يمكن أن تقال، ولكن هل يمكن أن يتصور شخص أن النسبية، أي الإنسان أو مجموعة البشر، يمكن أن يتطاول على المطلق؟ الله، الله خالق السماوات والأرض وما بينهما، الله نور السماوات والأرض، الله الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، الله الذي هو على كل شيء قدير، يمكن أن تلحق به أذى أو تتطاول عليه أو تعتدي عليه صورة كاريكاتير أو كتاب أو مقال أو فكرة؟ غريب هذا. هؤلاء في الحقيقة لا يعبدون الله، هم يعبدون ذواتهم، هم يعبدون صورهم، هذه الصورة المرضية التي يحملونها عن ذواتهم. يذكرونني بقول الله تعالى: أفمن اتخذ إلهه هواه. بكل بساطة، لأنهم يتصورون أن الله في حاجة إلى حمايتهم، بل أكثر، يتصورون من تضخم صورة أناهم أنهم قادرون على حماية الله تعالى. ربهم لا علاقة له، بإله الأديان وإله الفن والحب والجمال لا علاقة له، بإله أي تقليد من التقاليد الروحانية لا علاقة له، بأي تمثل للمطلق عبر تاريخ البشرية. المفكر قد يموت، قد يموت برصاصات الغدر، وسيموت يوما مهما تكن طريقة الموت، لكن الأكيد أن الفكرة خالدة لا تموت أبداً.